بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. النوع الثالث عشر في النوع التاسع من معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك. الآيات المدنيات في السور المكية، يعني تجد سورة مكية وفي وسطها بعض الآيات المدنية، يعني التي نزلت بعد الهجرة، منها سورة الأنعام وهي كلها مكية، خلا ست آيات واستقرت بذلك الروايات، منها آية وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نزلت هذه في مالك بن الصيف، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل. الآية دي نزلت في في راجل يهودي اللي هو اسمه مالك بن الصيف، والنبي ما تعاملش مع اليهود إلا في المدينة، يبقى الآية دي نزلت في، لأن سألوا قريش هل في ربنا نزل كتب قبل كده على حال، لهم لا ما نزلش. طب امال كتاب موسى، ده انت يهودي انت عارف يضلل الناس، فنزلت هذه الآيات فيه، وهذا كان في المدينة يعني في الهجرة، مع ان سورة الانعام كلها مكية قبل الهجرة. وبرضو في قوله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، نزلت او قال سأنزل مثل ما انزل الله، او قال اوحي الي ولم يوحي الي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، نزلت في عبد الله بن صرح. عبد الله بن صرح كان اخو سيدنا عثمان بن عفان لامه، وأسلم وكان كاتبا للوحي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيمليه قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أم قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فالنبي قال اكتبها هكذا نزلت. قال الله، طب ما أنا بقول أهو زي اللي بيقول، خد في نفسه مقلب، طب ما أنا ممكن أهو سأنزل مثل ما أنزل الله، وكفر وارتد وراح على مكة. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء حوالي ستة لما فتح مكة، منهم عبد الله بن سرح، قال حتى لو لقيتوه متعلق بأستار الكعب اقتلوهم برضه، الأخطل وعبد الله بن سرح وغيرهم. عبد الله بن سرح راح لأخوه عثمان، أخوه لأمه، مسك في إيديه قال له أنا مش عايز حد يشوفني، لو شافوني هيقتلوني، وأنا عايز أتوب إلى الله وأسلم، أنا حرمت مش هعمل كده تاني. فسيدنا عثمان بن عفان خده وبعد ما هدأت الأيام دخل بيه على سيدنا رسول الله واستسمحه، فأسلم وحسن إسلامه، وحتى سيدنا عثمان بن عفان ولاه على مصر بعد عمرو بن العاص، فكان حكم مصر عبد الله بن سرح، وحضر بعض الفتوحات في أفريقيا وبعض الغزوات. ده قصة نزلت الآية دي فيه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نزلت في عبد الله بن أبي سرح أخي عثمان من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، حين قال يعني أخوه لأمه من الرضاعة، أخوه لأمه من الرضاعة، لأن بعض الكتب يقول لك أخوه لأمي واسكتوا،
لكن هي أمه من الرضاع مش أمه النسبي، فهمت؟ حين قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وذلك أنه كان يكتب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فأملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال إن كنت نبيا فأنا نبي، لأنه خطر ببالي ما أمليت علي، فلحق كافرا. وأما قوله أو قال أوحي إلي ولم يوح إلي شيء، نزلت الآية دي في مسيلمة الكذاب، وكل ده كان بعد الهجرة حين زعم أن الله سبحانه أوحى إليه. آدي الثلاث آيات اللي هم إيه نزلوا إيه في المدينة، وفي ثلاث آيات تانيين برضو في سورة الأنعام مدنية، اللي هي من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إيه والثلاث آيات دول في آخر سورة، في آخر ربع في سورة الأنعام، دي برضو آيات مدنية. سورة الأعراف مكية إلا ثلاث آيات، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، لأن دي نزلت في أحوال اليهود، واليهود كان احتكاك النبيون في المدينة. سورة إبراهيم مكية غير آيتين نزلتا في قتل بدر، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سورة النحل برضو مكية إلى قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، اللي هي إيه آية 41، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، والباقي مدني. سورة بني إسرائيل اللي هي إيه سورة الإسراء مكية أيضا غير قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني ثقيفا. وله قصة وفد ثقيف لما جمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني ادينا فرصة كده بس ايه قبل ما نسلم ناخد الأموال والنذور اللي بتيجي للأصنام بتاعتنا عشان نستفيد بالأموال دي، وبعدين كمان اجعل ايه الطائف حرم زي مكة، وزي ما حرمت المدينة حرم الطائف كمان عشان يبقى لنا عزوة في وسط العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ولم يجبهم، فنزلت هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سورة الكهف أيضا مكية إلا قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نزلت في سلمان الفارسي إيه وعمار بن ياسر، كانوا بيلبسوا الصوف جباب صوف، صوف غنم بيبقى ليه ريحة، ريحة كده كريهة الناس المترفة ما تحبهاش، هم فقراء فكانوا يلبسوا الجبة من الصوف ويلبسوها على اللحم، ما عندهمش حاجة تانية يلبسوها، فيبقى عرقهم مع اختلاط الصوف ليه رائحة مش حلوة. لما جاء بقى عيينة بن حصن وإيه ووفد بني تميم، دول أغنياء مترفين من غطفان، قالوا يا رسول الله اعمل لك مجلس كده وابعد عننا الناس دول اللي ريحتهم وحشة، خليهم يقعدوا بعيد مش عارفين نقعد معاك والناس دي قاعدة حواليك، فاهم؟ فنزلت هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يقصد بيهم ايه اللي هو سيدنا سلمان وأمثاله من فقراء الصحابة. سورة القصص مكية غير آية الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب من قبله يؤمنون ايه الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون،
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما كسبوا ويدرؤون بالحسنة السيئة. والذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. دي نزلت في مين؟ دي نزلت في 40 رجلا من مؤمني أهل الكتاب قدموا من الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب. قدموا مع جعفر ابن أبي طالب فأسلموا ولهم قصة. سورة الزمر قل يا كلها مكية ما عدا قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحواميم اللي هي 7 سور تبتدي بحميم، غافر وفصلة والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، كل دي 7 سور تبدأ بحميم، كلها مكية ما عدا آية في سورة الأحقاف مدنية نزلت في عبد الله بن سلام قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل فمن أضل ممن إيه؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به انتوا مش حافظين ولا ايه؟ علي صوتك. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، اللي هو الشاهد اللي مين بقى؟ اللي هو عبد الله بن سلام، يبقى نازلة فيه، ودي كانت في المدينة بالرغم من الآيات إيه في سورة الأحقاف كلها مكية. الآيات بقى المكية في السور المدنية العكس بقى، تبقى سورة مدنية وفيها آيات مكية اللي هي العكس. النوع 14 منها قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، دي نزلت في قريش اللي استعجلوا العذاب، في حين ان سورة الانفال المدنية نزلت بتحكي قصة سورة غزوة بدر. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني اهل مكة، حتى يخرجك من بين اظهرهم استقرت به الرواية. سورة التوبة ايضا مدنية غير ايتين في اخرها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة الرعد أيضا مدنية غير قولي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى. هنا جواب الشرط محذوف للعلم به، لكان هذا القرآن كويس، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الموتى بل لله الأمر جميعا. طب ما جابش جواب لو، فهمت؟ محذوف تقديره لكان هذا القرآن، فهمت بقى ازاي؟ قل لو أن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا، ييأس هنا بمعنى يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أفلم يعلم الذين كفروا أن الله لو أراد أن الناس جميعا يهتدوا لهداهم وأجبرهم على ذلك إلا أن الله أراد منهم الاختيار فاختاروا فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وهي إثبات الاختيار الذي جعله الله أمانة عند الإنسان مع العقل، وبالتالي صار مسؤولا مكلفا. سورة الحج مدنية وفيها 4 آيات مكيات، قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى بمعنى ايه؟ تمنى ان يؤمن به قومه، فيأتي الشيطان فيزيغ بعض الناس ايه ويأخذهم في حزبه فيكفروا بالانبياء، ادي معنى ألقى الله في امنيته. الى قوله عقيم سورة أرأيت اللي هي سورة الماعون مكية
إلا قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإنها مدنية كذا قال مقاتل ابن سليمان. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الغافلون.